طواف روح يمين شوي خلي الشاب يسار الحين تدرون مين الفايز؟ طيب انا اوريك ما تدرون ما تدرون مين في اسئله خلاص راح تكون في اسئله اضافيه اجلسوا هناك عدينا الجوله الثانيه الجوله الاولى كانت كلها خطا توقعوا الاجابه الجوله الثانيه كل اجاباتكم صح ولا كل اجاباتكم خطا شفت معنا صح انتم صح هم خطا وانت تقول انتم صح هم خطا طيب شوفوا في اضافه قبل ما اي الان بضيفها المجموعه المتفاعله اليوم هم مجموعه شباب سعد الطويل تستاهلون هذه النقاط طبعا ما ضفناها في وقت الاسئله انكم كنتم تعادلون هذه نقاط اضافيه من عندنا تستاهلون هذه النقاط لانكم فعلا ما في دخل يا عيال راحت نواف راحت برا بدري برا بقينا شيله ولا بقينا والله هم يستاهلون والله نواف يستاهلون والله يستاهلون عشان تبعنا كذا كل واحد 50 نقطه يا شباب تضاف لرصيدكم طيب تتوقع يا تركي ايش؟ ايش تتوقع انت؟ سعد طويل قال اجابتنا صحيحه واجابتهم خاطئه وانت تتوقع في جوله فاصله؟ احنا صحيح واحنا صحيح يا سلام الله الثقه ربما تكون ثقه في محلها ايش؟ ربما يكون صح احنا خطا طيب ابغى ما ادري والله ما ادري انا محتفلين انا هو ايش؟ محتفلين محتفلين جاهزين الله طيب نروح تعالوا هناك شباب لا لا احنا بعد تعالوا يا سعد اسحفوا لنا شوي الشرب الاول دمك الشرب الاول اوكي سعد طيب حاب اقول لكم حاجه واحده شنو في احد جاب الاجابه الصحيحه وفي احد جاب الاجابه الخاطئه ايه ناظر فينا ناظر فيك يا سعد ايش كلهم خطا كلهم خطا حاب اقول الف ما في داعي ترمين في شيء اذا ما في شيء ترمين إيه؟ تشتغل شله عشان إيه بتشتغل لكم شله ان شاء الله تبسطكم كفو سلام على الفوج من سعد سلام سلام عشان انا على طول اخذ اغراضي واطلع حاب اقول الف مبروك لصاحب المركز الاول بالنقاط الكامله ما شاء الله تبارك الله اليوم وتستاهلون والله انكم تستاهلون هذه النقاط وكنتوا يعني متفاعلين انبسطت اليوم فيكم كثير سويتوها ها بس يلا حاب اقول لكم يا شباب نحن هنا فريق الكوارث فريق الكوارث الف مبروك لصاحب المركز الاول هنا هنا 2000 نقطه هنا 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 في فقرتنا فقرة نولج هنا 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 كوارث 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 عاش ابو رزاقة الكوارث المبروك فينا نجوب بس ابدع في الفكرة وثقافة محتكرة اليوم وبكرة فينا نجوب بس فقرة تميز غير تلقى الفرح الخير فينا نجوب بس انت انتظرنا وشوف واحذر يجيك الخوف على النقاط حروف فينا نجوب بس افهم سؤالك زين واحنا الجواب الطين خلك ذكي وفطين ونجوم بس شكرا شكرا واحذر يجيك الخوف على النقاط حروف فينا نجوم بس افهم سؤالك زين وعطنا الجواب الحين خلك ذكي وفطين فينا نجوم بس